هل مشاريع حق الامتياز مناسبة لك؟ إذا كنت ترى أنك شخص مبدع ولديك رؤية جيدة وفهم جيد بأحوال السوق واحتياجاته، مع امتلاك القدرة على توفير ما يحتاجه هذا السوق بالجودة المناسبة والسعر الأفضل، فأنت لست بحاجة إلى مشاريع حق الامتياز، والأفضل أن تبدأ مشروعك بنفسك وتعمل على النهوض به لتصبح لديك علامة تجارية مستقلة قادرة على المنافسة في السوق بعد فترة زمنية محددة. أما إذا كنت تمتلك بعض المال مع افتقارك للخبرات التجارية والجهل بالسوق ومتطلباته وترغب في استثمار مضمون بمساعدة أشخاص لديهم القدرة والخبرة الإدارية والتسويقية والفنية، فإن مشاريع حق الامتياز الفرنشايز هي الأنسب لك. فما هي يا ترى مشاريع حق الامتياز الفرنشايز؟ وكيف تجعلها فرصتك للبدء؟ حق الامتياز أو الفرنشايز هو عبارة عن عقد بين طرفين مستقلين من الناحية المالية والقانونية، يقوم بمقتضى الطرف الأول الذي يطلق عليه مانح الامتياز بالسماح للطرف الثاني والذي يطلق عليه ممنوح الامتياز باستخدام حقه وأكثر من حقوق الملكية الفكرية والصناعية، وبالتالي يمكنه إنتاج المنتجات الخاصة بالطرف الأول أو العمل على توزيعها والإتجار بها، ويتم ذلك تحت العلامة التجارية الخاصة بمانح الامتياز وتحت إشرافه وفقا لشروطه. وفي المقابل يحصل الطرف الثاني على العديد من المزايا مثل المساعدة الفنية والتسويقية والإدارية بخلاف التوجيهات والتوعيات المدروسة بعناية من الإدارة العليا، مما يضمن له النجاح بشكل أسرع وأكثر يسرا. إليك عزيزي المستمع المنافع الخاصة بالفرنشايز. يعود نظام الفرنشايز اللي هو الامتياز التجاري على كلا المتعاقدين وعلى الصعيد الدولي بمجموعة من الفوائد والمزايا تتمثل بما يلي. أول حاجة، الفوائد والمزايا التي يحققها نظام الفرنشايز لمانح الامتياز. 1- التوسع والانتشار السريع في الأسواق المستهدفة دون تحمل تكاليف عالية. 2- توزيع السلع أو الخدمة بأسلوب محدد ومنظم. 3- إفادة المانح المادية من المبالغ التي تدفع له من الممنوح له. 4- إفادة المانح المادية من عملية تزويد محلات الممنوحين بالمواد، لأنه وفق شروط النظام وللمحافظة على الجودة، فإن الممنوح يقوم بشراء معظم المواد من المانح الذي يستطيع أن يوفرها بسعر منافس. 5- مدير الوحدات التابعة له هم في الواقع مالكون للمشروع وليسوا موظفين لديه، الأمر الذي يدفعهم للحرص على نجاح المشروع وتقديم مقترحات إيجابية لتحسين العمل. بهذا فإن المانح يتغلب على تعقيد عملية إدارة فروع جديدة قد تتطلب إدارتها رأس مال كبير جدا ورقابة ومخاطرة كبيرة بالاستثمار. 2- الفوائد والمزايا التي يحققها نظام الفرنشايز الممنوح الامتياز. 1- إفادة الممنوح من اسم المانح وعلامته وشهرته وخبرته، مما يعزز ثقة الزبائن بالممنوح وتهافتهم عليه بمجرد فتح أبوابه، بحيث يضمن له فرص نجاح شبه مؤكدة. 2- استقلال الممنوح له بوصفه مستثمرا ومالكا للمشروع، كذلك تجنب الخسائر بحيث يضمن النجاح كنتيجة طبيعية للدعم الفني والإداري والتسويقي واسم الشهرة التي يحصل عليه من المانح. 3- إفادة الممنوح من قيمة المواد التي يوفرها المانح للممنوح بأسعار تنافسية. 4- يفيد الممنوح من التدريب النوعي والمستمر المقدم من المانح، إذ يجنب الأخطاء وتحقيق كمية أكبر من الأرباح. 5- سهولة الحصول على تمويل من المؤسسات المالية
لثقتها في نجاح المشروع المجرب من قبل. 6. يتمتع الممنوح بحماية من المنافسة إذ يحدد له منطقة جغرافية خاصة به. 3. الفوائد والمزايا التي يحققها نظام الفرنشايز على الصعيد الدولي. 1. يعد نظام الفرنشايز من الحلول التي تساعد على الإنماء الاقتصادي والتجاري بالنسبة للجهة الممنوح لها، إذ يسهم هذا النوع من الاستثمار بتشغيل الأيدي العاملة المحلية، فيعد وسيلة ناجحة لحل أزمة البطالة. 2. يقلل هذا النظام من نسب السيولة المتسربة للخارج وزيادة الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشركات المحلية لإعادة ترتيب أوراقها حتى تتمكن من المنافسة بما يرفع من جودة المنتج أو الخدمة التي تقدمها للمستهلك. هذا التطوير في المنتجات المحلية يسهم في اللجوء لتداول المنتج المحلي عوضا عن البضائع المستوردة. 3. يسهم هذا النظام في تطوير الأيدي العاملة الوطنية من خلال التدريب الذي تتلقى في المشاريع المقامة، مما يساعد في رفع كفاءة القوى البشرية. أضرار هذا النظام: من المرجح أن تطلب الشركة المانحة للامتياز مبالغ سنوية باهظة فقط على استخدام الاسم فقط، مما يؤدي إلى خسارة المستفيد من حق الامتياز، أو قد يؤدي ذلك إلى تقليل مستوى الخدمة لتوفير بعض المبالغ. لذلك ينصح حين توقيع عقد الامتياز بوجود طرف ثالث وهو محامي الامتياز لشرح حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، ولابد أن يكون هذا المحامي محايد لكل من الطرفين. وإليك فيما يلي أفضل تلك المشاريع التي تعمل بنظام الفرنشايز. بداية، لن نقوم بعرض علامات تجارية أو شركات بعينها لتحصل على حق الامتياز من إحداها، بل سنعرض إليك بعض المجالات التي أثبتت نجاحها بنظام الفرنشايز أو حق الامتياز على مدار السنوات السابقة في مختلف أنحاء الوطن العربي. أول حاجة، الملابس الداخلية. أكثر مشاريع حق الامتياز انتشارا هي تلك التي تبيع الملابس الداخلية، ففي الأسواق العربية توجد العديد من شركات إنتاج الملابس الداخلية الشهيرة، وجميع تلك الشركات تمنح امتيازات تجارية للأفراد بحيث يمكنهم افتتاح فروع في مختلف المدن والمحافظات تحت اسم الشركة الأصلي، مما يجعلها مصدر ثقة بالنسبة للمشترين، وعليه يحصل الحاصلين على الفرنشايز الكثير من الأرباح بهذه الطريقة، أفضل من افتتاح محل ملابس داخلية جديدة بعلامة تجارية جديدة ومجهولة لدى الجميع. 2. المكياج. هناك العديد من الشركات العالمية المنتجة للمكياج. العديد من تلك الشركات تمنح الأفراد التي تنطبق عليهم الشروط والامتيازات التجارية ليبدأوا في بيع المنتجات في بلدتهم تحت علامات وأسماء تلك الشركات. وبالطبع عندما ترى السيدات فروع لشركات عالمية فإنهن يشترين منها ما يحتاجن من منتجات، وهن واثقات تماما من جودة تلك المنتجات على الرغم من ارتفاع أسعارها، على العكس تماما من شراء منتجات بعلامات تجارية مجهولة. 3. التدريب والتعليم. توجد شركات عالمية ومحلية ذات سمعة حسنة في مجال التدريب والتعليم، والعديد من تلك الشركات تسمح بمنح الفرنشايز لمن تتوافر فيهم الشروط بحيث يمكنهم الحفاظ على سمعة وقيمة تلك الشركات من خلال الفروع التي يتم افتتاحها، وطبعا في المقابل يكسب أصحاب تلك الفروع الكثير من المال، فالطلاب المتدربون يذهبون إلى مراكز التدريب الشهيرة عوضا عن المراكز الغير معروفة لضمان جودة التعليم لديها. 4. المطاعم. إن افتتاح فرع باسم مطعم عالمي أفضل بكتير من أن تفتح مطعم جديد، خصوصا في مجال افتقارك إلى خبرة العمل في مجال المطاعم. فالمسؤولين عن الشركة الأم التي منحتك حق الامتياز لافتتاح فرع تحت علامتها التجارية في بلدك سيضمنون لك الكثير من المزايا التي تجعلك ناجحا،
فعلى سبيل المثال ستحصل منهم على شروط الموقع ونوعية العمالة وأسرار إعداد الأطعمة وكيفية الإدارة، وستحصل بشكل دائم على توجيهات وإرشادات تساعدك للبقاء دوما على الطريق الصحيح. 5. المقاهي. بكل تأكيد أنت تعلم بوجود العديد من المقاهي العالمية التي تنتشر في جميع أرجاء العالم، ولكنك بكل تأكيد لا تعلم أن فروع تلك المقاهي في مختلف الأنحاء هي عبارة عن حقوق امتياز وليست مملوكة لتلك المقاهي. فالناس الراغبون في الاستثمار الناجح في مجال المقاهي يتواصلون مع الشركات العالمية المعروفة ليحصلوا منها على الفرنشايز ليقوموا بتنفيذ فروع في بلدتهم وفقا لشروط تلك الشركات، وللزبائن بكل تأكيد يتوجهون إلى تلك الفروع ليحصلوا منها على أفضل أكواب القهوة. بهذا نكون قد انتهينا من عرض مشاريع حق الامتياز الفرنشايز الأكثر ربحية، ولكن ضع في اعتبارك أن هناك العديد من مشاريع حق الامتياز الأخرى التي يمكنها تحقيق الكثير من الأرباح، فالأمر يتوقف على مدى شهرة ونجاح الشركة الأم ومدى حاجة السوق المحلي الذي تنوي العمل به إلى منتجات تلك الشركة، ومدى التسهيلات والمزايا التي تحصل عليها من تلك الشركة في حال الحصول على حق الامتياز منها. والأهم تدرس الموضوع جيدا ليكون اختيارك سليما، وبالتالي ترتفع فرصتك في تحقيق النجاح والكسب الكثير من الأرباح. وشكرا للاستماع.